هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. فلما قضى موسى الأجل وهر كلجي بركر موسى عليه السلام نيتا روت المدين وسار بأهلي أو رواني كراكور والأخبلا آنس من جانب الطور نارا ويلدو دا طرف دا طور غرناور ونقولو كانت جمعو يخو تكتور تيارو دا موسى عليه السلام نلارا وركشيو طور غر دا طرف نو تيسر نلا انتك اخكارشو قال وي لأهلي اخبل كوروالة امكثوا إني آنست نارا إسار شيء يقينا ما لدل دور لعلي آتيكم منها بخبر شايت زبر ولم تاسوتا دغزين سخبر أو جذوة من النار يسكر وتدور لعلكم تصطلون لدينا بارتي تاسو ورتقرم شيء. فلما أتاها نهرك لتراغي أغيتا نودي من شاطئ الوادي الأيمن أواز كريش وغتا دغاري دكندي خيت رفنا في البقعة المباركة فزمك بركتك من الشجر دوني دترفنا أي يا موسى جئ موسى إني أنا الله رب العالمين يقينا زال لا يمرب مخلوقاته وكان دمان يا خي ترفنا التوانا ودوني ترفنا دوازنا موسى زال لا يمرب وأن ألقي عصاك أو غزارك أمسى أخبلا فلما رآها تهتز كأنها جان نهارك لك ولدت خزيقي قويا كده نري ماردي ولا مدبرا ولم يعقب وأريد شاك ونك وشاتي نكتل يا موسى يا موسى أقبل ولا تخف رمخ مخشى ومهريقا إنك من الآمنين يقينا تداما ولونين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ننباس الأسفل بقريوان خبل كيرو بزيس بن بغير دسايبنا واضمم إليك جناحك من الرهب أو يوزيك زان سراء نخبل دوجي ديرينا ديزي كنت خبر جي الله تويجي نخبل لاس بدي خبل السينو ولا قوة ده بقي زيتي خبر واضمم إليك جناحك من الرهب نو بعض مفسرين ذلك لك إمام ابن كثير رحمه الله چی داوت الله طریقه و خواه چی کلم تیاریگی نو دیسی چل کواه لاز پا کم زیگ دا پس سینه باندیس را با اطمینان رایزه که تو فرعون پسی زی باز زین که پتا بانی گر رزی نو ایده طریقه و تا الله و خواه فذانک برهانان من ربک الى فرعون و ملئه نو دادوانا یقینی دلیل ندید طرف در بستانا فرعون توغتان دقوم داغت إنهم كانوا قوما فاسقين يقينا ديوقهم نافرمانا قالوا موسى عليه السلام رب إني قتلت منهم نفسا إرب زما يقينا ما وجل داغوين يوكس فأخاف أن يقتلون نيريقم جدوبا ما قتلكي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أورور زما هارون دير فسيح دي زمانا بجبكي فأرسله معي يرد أن يصدقني
نولي غما سرم مددگار چی تصدیق کی زمان اني اخاف ان يكذبون يقينا زيريقم جاغوي بماتان دروغ جنوي قال الا وارتوي سنشد عضدك باخيك زرد جزب مزبوط كمستا مرت برور استاسرا ونجعل لكما سلطانا او بقرزو تاسدوان لنا رعب يا غلبا فلا يصلون اليكما نغيب نشر سيدي تاسوتا الله ورتيز بيرعب ورواش نغيب زونك يا تاسول بغلا بدر كما غويت شر تاس نقصان نشد الرسول بآياتنا لا شيء زمن بمعجزات سرى أنتما ومن اتبعكم الغالبون تاسو غسوك كتاب ذلك استاسو غالب بي الله ورتوي ويتاسو بميش غالب يو او سوك استاسو ملغرتيا كي اغو بسي ابو مغالب بي فلما جاءهم موسى بآياتنا نهار كلا جراغ اغو يت موسى عليه السلام زمن بمعجزوخ بآياتنا بينات زمن بمعجزوخ كان سرا قالوا يا غوي ما هذا إلا سحر مفترى ندي دامقر جادو دي دزان نجور كريشوي وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أو ندي أريد لي من قدا خبري فبلارانو بخانوكي موسى عليه السلام ورديخ كل الجواب وركو نرم جواب وركو وقال موسى وموسى عليه السلام ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده رب زما خبو دي باغ چا چرا وڑي دي هداية دا طرف دا غنا وما تكون له عاقبة الدار او باغ چاچی بداغ دا پار انجام دا کور دا آخرت انه لا يفلح الظالمون یقینا نکام یا بیگ ظالمان فرعون چی کرده دا خبری ووردی چی رده و بخلقو بنی اثر که اثرناک تقریرون او که تاسو خیال کردی الحمدلله مگدی شلمی سپاری تر اولی شلی زیب بزی اللہ سبحانه تعالی دا واقع روڑی بعض زیونی کی تفصیلی بعض زیونی کی مختصر ده فرعون او ده موسی په موږ کې ډېری خبرې شوي دلته الله دغه یو خبره ذکر کړې چې موسی علیه السلام ده وی الله ته موسی علیه السلام چې فرعون ته د تقریر وکړو د هغې نه فرعون وویرې چې دا خلک ورنه متاثره شي نو بیا چې دی نه فرعون د تکبر کې راغی او دا خبره موسی علیه السلام ته وکړه د دې دپاره چې دا خلک زمانه وانه وړي وقال فرعون او فرعون يا أيها الملأ مشران دقوم ما علمت لكم من إله غيري نبي جنم تاسل راهي سقدار دبندقي سوى زمانا دون زاليوم يدي سكر ولو يدى الله خبرك وجاء غبا چادة وغرب دي لازل سوكي ما تقبل ربو يندي معلوم ورياذ بالله فأوقد لي يا هامان على الطين نبل كور زما دبار هامانا بخطباني فاجعل لي صرحا نجورك رزما دبار بنغلا لعلي أطلع إلى إله موسى شايت زبوخي جنبا إله موسى بسي وإني لا ظنه من الكاذبين او یقینا زخام خاکمان کم بدبانی ددروغ جنو دوم را ظالمو او یو دنگ آبادی را لجوڑا کهو پل وزیر تاوی آمان تا زور خیزم جیسی دده در رب سنگ دهو سویی و شتی و کنه دیگه او فایده پا آخر کمانی رد دکم چوی چه اللہ پا هر زکی ده فرعون چې دا خبر وکړه چې مال بلډینګ جوړ کړه بره خېزه مته لري چې هغه د موسی نه اورېدلی و چې زما رب کم ذکرې هغه بره ځکه خو دا خبر وکړه او که موسی علیه السلام چې زما رب په هر ځای کې نه هغه به کوم طرف ته بلډینګ جوړولی او کوم طرف ته به ختو بیا ښې طرف ته ولینه تو ګس ته ولینه تو کته ولینه تو شا ته ولینه تو مخې ته ولینه تو چې بره ختو
وده دليل لابد من شلاء بعرش لباسره. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق أو ليكر داو لخكرو دا بزمكك بغير دا حقنا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون أو كمان كدويج بيشك دويب منتان را قرزي فأخذناه وجنودا نراوني من قدي أو لخكري دا فنبذناهم في اليم نغزارك للمنقدين دريابكي فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نوغور جسنق شوانجام دزالمانو وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أو قرزوا المنقدوي إمامان شدعوة وركورتا ويوم القيامة لا ينصرون أو بورز دا قيامة بعد دوي سرم رستنكيين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة أو ربسيكو من قاب دوي بسي فدي دنيا كلعنات ويوم القيامة هم من المقبوحين أو بورز دا قيامة بدوي دبدها لخلقنين ولقد آتينا موسى الكتاب أو يقينا وركره من موسى عليه السلام كتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى أرست دينة هلاك المنق بيري مخكنين. يعني يا مطلب يوم مطلب خداري تشي فرعون وفرعون يعني تبعين بعد الله موسى عليه السلام سوركو توراتي وركو يا مطلب داري بوخانو قومون مراد يعني نوح عاديان سموديان يعني دا قومون تش ختم شو الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام كم كتاب وركدو توراتي وركدو بديز كي او فائده داري ساتي تش بعض علماء بياني تش التورات تنزل دون بعد الله سبحانه وتعالى شرط يقوم يوزن اللي تباكره الجهاد أحكام بي الله بين كريم وداغي وجد هذا تي قيامت نجدي شو موسى عليه السلام تي راغي بيسى عليه السلام ودا قيامت رورو نجدي كيين تي قيامت نجدي كيين الله دا عذابون آخرت وساتل زكي يقوم بيوزي نتباكي لك بخاني قومون تي موسى عليه السلام نمخي دي بيوزي تباكي په یو زمانه به یو کله یو قوم ټول ختم کو خو بیا وی چې کله الله سبحانه وتعالى موسی علیه السلام له تورات ورکو نو بیا دغې نه بعدې چېرته یو قوم په یو ځای نه دی تباه کړی سوی دغه یو کلي نه امام ابن جریر رحمه الله وی چې الله د هغوی شکلونه مسخ کړي وو بس شادوګانې ترې جوړ کړي وو صرف دغه کلی وو اوس الله سبحانه وتعالى درې تورات صفات بياني بصائر للناس دبارة دبوه دخلكو وهدى وهدايات ورحمة لعلهم يتذكرون أو رحمة ددي دبارة تدوي نسيت واخلي وما كنت بجانب الغربي أو نويت بترف مغربك إذ قضينا إلى موسى الأمر كالتي فيصل وكرا منقى موسى عليه السلام تدوحي وما كنت من الشاهدين أو نوي تدا حازر نازرنا طيب بعض زيكي نوي فكم زيكي تي يمون موسى عليه السلام سر خبر دا وحي وكرا أو ما سر وحي شروع كرا أي پیغمبر ويتبا دي زيكي نوي وازي خبر اجي رسول سم حازر نازر نوي أو وازي خبر اجي رسول سم علم الغيب نبويه ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر لكن من قرأ بيداك للبيرين وقد شوب غيبا دي عمر يعني موسى عليه السلام نورس تدير خلق الله بيداك وغويت الدنيا دا جون وقد خكارش أو دا الله سبحانه وتعالى غلوزين يسكروا
اغي هير كلو نذكر الله سبحانه وتعالى ويجي اي پیغمبر واستدي خلقو تغلو زون راياتك تزم پیغمبر زكو موسى عليه السلام ده حال بينه وما كنت ثاويا في اهل مدين او نيتوسيدنك بمدين ولوك تتلو عليهم اياتنا شتال واستلوي بغوي باندي ايتنا زمنك يعني مدين كم تنيوسيد لو ندى غزي شتى غزي دخل كنا تدى قصيز دكي جنب موسى عليه السلام وشعيب عليه السلام سقيسه لا يدخل تمنك بينهم ولكننا كنا مرسلين ولكن من غير علي كن كتال وما كنت بجانب الطور اذ نادينا او النبي تابت رفض تركي كالج اوازكم من موسى تا ولكن رحمة من ربك لكن من قال لي قليت دبارا درحمة دترف دربستانا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك تواري أقوم تندر أغلي غيت سوكي رور كون كمخكستانا لعلهم يتذكرون نذير بارا تدوي نسيت وأخلي ولولا أن تصيبهم مصيبة أو كثرت نويدا خبرا تورسيقي دويت سمصيبات بما قدمت أيديهم فسبب داغ عملونو تمخكي لي قلدي لا سنود دوي فيقولوا نويبا ربنا يا رب زمنك لولا أرسلت إلينا رسولا ولتأنر لقمت يا بيغمبر فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين نتابع داري بكرة من استاد آية وابد مؤمناننا الله يجد بيغمبر ما يجد الأسرة وليه شديد خلقه وزلون ختمشي ولكن سبالة دي خلقو تر دوی دي گناهونو دلسه مصیبت او عذاب رسیدلې نو دوی بس ویلې چې ته پیغمبر ولې نه لګې یو پیغمبر به لګې له موږ به یره ولې موږ ته دین بیان کړې نو الله سبحانه وتعالى چې پیغمبر مې دې لپاره در ولې چې له وزر څه شي دا ختم شي فلما جاءهم الحق من عندنا وهر كلا جراغ دويتا حق زمن دترفنا قالوا ودي لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ولنور كريكي دتا بشان داغي چور كريشو موسى عليه السلام تا باتي لبرس بتا بكم خبر كرا تنگي اخو چي يو ختمي كي بلا جوڑي چي بلا ختمي كي بلا جوڑي بي دارا تنگي كرا وي سيد اخو موسى عليه السلام پښه معجزې دې سره نشتی الله سبحانه وتعالى اوس په دوی باندې رد کوي چې تاسو خو دا غوی خبرې نه مني دا غوی نه انکار کوي اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل اي كفر نه دې کړې دوی باغ سره چې ور کړې شی موسى عليه السلام ته مخکې د دین واقع کړه چې سيودین مکی ته راغلو یهودیان رالو مکیت اغوی دی ته پوسو کې راوی دلته یو سړی پیدا شعر د آخرت خبرې کوي د قبر خبرې کوي دا صحیح خبره ځي دي سي او ته دا خبره خو صحیح زموږ په کتابونو کې هم دا خبرې شتي چې آخرت به یو قبر به نو دوی ته ښه ښه بیا دا ستاسو له کتابونو جوړ دی قرآن په شان یو جادو دی تاسو هم د جادو خبرې کوئ قالوا سحران تظاهرا اوی دوی دا دو جادو دی چی دیو بل مرسته کڑی دا تظاهرا یعنی دیو بل مرسته کئی وقالو اوی دوی انا بکل کافرون یقینا من پہر یو باندی کفر کون کیو هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.